السلام عليكم يا شباب، رجعنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة في لعبة جي تي اي فايس سيتي. اتمنى ان انت تحط لايك سبسكرايب للقناة عشان عايزين نكمل ان شاء الله السنة ديت على اكبر عدد من المشتركين. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا بادئة جي تي اي فايس سيتي. اتمنى ان يكون ده امتحان سعيد عليكم، يعني اللي كان في السنة اولى اعدادي. وما تنساش بقى اللايك سبسكرايب للقناة. زي ما انتم شايفين انا لسه بادئة في اتاك نيو. زي ما انتوا شايفين رجعنا لكم تاني، بس في مشكلة واحدة ان مفيش صوت. انا مش عارف ايه السبب اللي مفيش صوت دوت، بس بقى يعني معلش بصوا عشان المشاهد ما يملش. فانا ان شاء الله برضو هعمل لكم فيديو يوم الجمعة، بس مش هقول لكم الفيديو ده ايه، عايز افاجئكم. حلو، ادي واحد تاني جه. ماشي، ايه ده، هي دي شخصية اللي احنا بنلعب بيها. فبيقولوا لي ايه موفيت بدي. ماشي حلو، بيقول لك علامة العربية على بيقول لك اركب ولا ما تركب. ماشي، فانا هعمل دي كده عشان نعرف نسوق. حلو، والله حلو، حوضة حلوة يا شباب. بص يا شباب، هو في قناة حلوة جدا 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 اسمها محمد جيمنج. ها، اتمنى ان انت برضو تشترك فيها. انت محمد جيمنج لعبت روم مع صاحبي. ماشي، تلاقي صورته اسد احمر، والله فعلا قناته دي حلوة. اتمنى ان انتوا تشتركوا فيها. لا 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 لا، انا خايفة ان انا اخبط، فانا كده بس كده. حلو، بقولك ايه، اروح وكان فيو يعني اروح ازوره. ماشي حلو، هو مفتوح اصلا. ماشي، بيقولك وين نوت ايه وين نوت وين ام بتعدي بسرعة. بتقولك انتو زي بينك ميكر تو كونتيني. ماشي حلو، ماشي كويس. حلو، بيتصل بقى بمين؟ ما اكتبوا لي تحت في التعليقات. بصوا احنا بنحب نسكيب عشان برضو المشاهد. ده كان بيتصل بلويز ليورز. يا لهوي، مش هقول. المهم تعالى نركب العربية الأسطورية دي، مهمة. ليورز، حلو حلو حلو، قشطة. احنا هنحاول نبعدها حبة كده. حلو كده، قشطة. والله سرعتها معقولة يعني. تعالى نحول لنا الحوضة بتاعتنا. لا لا لا، دي باين عليها اساسا مش بتاعت مدينة. لا بتاعت مدينة، بس حوضتها لا بطيئة حب. هو ده اللي ورز تقريبا. ايوه، لا 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 لا، مش هو دي، هي دي. حلو 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 حلو، تمام. اركن يا معلم، اسف هنحط ديت هنا بس. اطلع في اي فيديو هيجي هنسكيبه على طول. بلاك كروسيس، فانا اروح بالموتوسيكل ده. والله باين عليه حلو. فولو، ماشي. بيقولوا لك تروح عند العلامة ديت عشان تلبس. انا لابس. لا 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 لا، اللانك تاني 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 تاني. حلو حلو، كمل. احنا ناخدها بقى شمال الجاي. كويس، تمام. الحمد لله. واحنا هنشتري، بس احنا معندناش ولا دولار. حلو، هركن هنا، نخش هنا يا معلم. الله الله الله، والله ده بقى شكله حلو. يلا ده انت تحسها. يا لهني، يلا في يعني ولاد. هركب الموتوسيكل ده. ايوان،
حل، بس انا مش عارف هو ليه سرقه. ولكن احسن لها يا شباب، شفتوا دي اختارت البيت. حلو 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 يا لهوي، ده انت حوضتك سودا. فانا الشمال الجاي على طول، بس كده صح. انا بصوا مش انا بص يا تعالي هنا، ايه ده؟ ده مسدس يا شباب، اخيرا لنا سلاح كويس. حلو، تعالي نركب حلو اللمازين، حلو اللمازين، يلا نركب اللمازين. عن ايه ده؟ ايه ده 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 ده. والله عربية تستاهل، تبقى كده احلى، عودتها معقولة. حلو، ده بورا بينا. مش حلوة في الأمريكانات يعني، لسه شكلها هتدفع غرامة. يا لهوي، حلو، نوديها المكان ده وديناه. هي متسابقة ولا ايه؟ عشان كان في علامين فوق. كسبت 100 دولار اخيرا. هي في علامين بيقولك ايه، تعال نروح على مهمة لويس، بس مش بالعربية، العربية دي ماتت خلاص يعني. شكرا على حسن الاستماع. بس لو لقينا مصيت هيبقى احلى والله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خلاص يعني احنا قربنا. يا لا ولا انا بمشي بسرعة في الاخر باجي احود ما بعرفش. طب اقدم من نفسي كده حبة 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 حبة. كويس 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 كويس، حلو. حلو، وصلنا في الاخر عند لويس. حلو، هنروح فين بقى؟ حلو السلام، وحلو الموتوسيكل ده. حلو، الحمد لله كان لسه والله معدي ضبط من عندي من شوية، بس مش مهم. تعالى نركز، حلو. و نروح فين بقى؟ وايه المكان ده؟ لا بس حلو، حلو المكان ده بقى. شفتوا ده مكان حفلات، فاحنا نسكبه ونركب الموتوسيكل ده تاني. حلو، نعم كويس. راح اروح للشيف الطباخ، يعني هيعمل لي ايه ده؟ شكله ده بس شباب بيصنع مخدرات يعني، عشان دي جاتا يعني هتبقى يعني ما بيصنعوش يعني كفتة ولا فراخ يعني. هو ده الطباخ. طب انا اقتله ليه؟ ما عملليش حاجة اهو، بس انا معايا مسدس طلقة واخلص عليك يا عم. لا 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 لا، انا قلت مسدس. حلو، خدته في ثانية. كل ده عشان تليفوني؟ يا لهوي
في السويد. يا لهوي، المفروض اضربه. المفروض اعمل ايه يا شباب؟ بس المفروض بقى اروح فين؟ هروح بعيد عننا يعني. طب هروح عند مكان قاعة الاحتفالات. بقول روح عند السلاح، روح عند السلاح، روح عند السلاح. ايه ده؟ انا شفت حاجة هنا. ياب، ادينا الحمد لله عرفنا مكانه. كويس تمام. يا لهو، ده باين عليه بعيد. العربية دي سريعة جدا جدا. بس خلاص احنا كده وصلنا. بس هدي، اضرب اضرب اضرب. بس تمام، أخيرا حودناها المرة واحدة صح. بس 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 بس، حلو حلو، كويس كويس تمام. دلوقتي بلوقت ايه؟ استند. دلوقتي لو ايه ده؟ اختار اسلحة. ماشي يا عم، بس انا معيش غير 100 دولار. اشتري ايه يعني؟ لو عايز ايه ماشي، حاضر والله. خلاص بيقولك في نوع من المسدسات. ازاي ده مفيش غير واحد؟ كويس. اوت اوف ستوك. فانا هرجع من الهوتيل، اودي الهوتيل ونرجع نشتري السلاح. زي ما انتوا شايفين يا شباب احنا وصلنا الهوتيل. بيقول لي اطلع بره بقى و هشوفك المرة التانية، يعني كرشني في الاخر. بس ماشي، كسبت 200 مان. حلو حلو العربية دي، فاحنا نركبها. واحنا كمان قريبين من ايه؟ لما صلى على النبي، على المحل، على الأسلحة. لهوي، ده انا خدت لي طريق. لو انا كنت خدتها بس من ناحية لهوي عليا بالراحة بالراحة. يا لهوي، جبت ضيا. اشتري اشتري بسرعة يا عم. وحلو، وطلع بقى مبروك علينا اليوزي. وابتدت تبقى انتهت حلقتنا. متنساش بقى تحط اللايك والسبسكرايب للقناة عشان عايزين نكمل اللعبة دي. متنساش السلام. ايه ده؟ بقولك بقى ساندرو. بس بقى تحط لايك سبسكرايب عشان برضو نكمل السلسلة ديت. بس للأسف الموقع اللي أنا حملته منه اللي هو مكتوب تحت هنا ده، هو طلع ملهاش صوت. و أتمنى بقى إن أنت تكتب لي أحلى تعليق. مش هطول عليكم أكتر من كده، وانتظروني في فيديو جديد. سلام.